السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا كملت لكم التتمة نتاع الفيديو تاع السفر ديالي لدولة نتاع النمسا. هنايا كنا شدينا الطريق لواحد المدينة اللي سميتها زالزبورغ، اللي تقريبا في ديك المدينة اللي كنا فيها وهاد المدينة 40 دقيقة تاع المسافة في السيارة. وهنايا كنا دخلنا الشتات ديالها اللي هي حتى هي فيها بزاف نتاع المآثر التراثية، وكاين فيها بزاف نتاع ما يتشاف كما كنقولوا. بقاو مع الفيديو. Thank you.
تعدى.